خليني احكي لك الان، نرجع موضوع الاوتار المدوره للكتف. إلها وظيفه مهمه جدا ومركزيه في وظيفتها. اوتار الكتف، العضلات المدوره للكتف، الان إلها وظيفه في الحفاظ على راس المفصل المتمركز في التجويف الحقاني. طيب الان اي خلل في وظيفه هاي العضلات راح يؤدي الى عدم اتزان هاي الحركه. الان بيرفع المريض ايده للجنب، شو بصير؟ بيحشر الوتر مع العظم. طبعا بنسبه، هذا تمثيل يعني عشوائي، اي بس واضحه الصوره جدا. واضح. بالعكس ولهذا ممتاز. ولهذا الطرح اللي حكيته انه لازم دائما ما دام ما في قطع في الاوتار او اصابه، المريض بيشكي، لازم نعمل برنامج تاهيل عشان نقوي العضلات، نحافظ على اتزان حركه المفصل. هي شيء دقيق جدا حقيقه. طيب ها انت تقصد بعد ما اجى المريض ويشكي من الالم؟ نعم. يعني مو انه اي شخص ممكن يعملها كجانب وقائي ويحافظ على سلامه مفصل مثلا؟ هلا ليش بتصير هاي المشاكل؟ اغلب المرضى ما بيعملوا رياضه، بيجلس ساعات طويلة ما بيعمل رياضة، بس عندهم ضعف في العضلات، ضعف نسبي. دكتور الآن كل الوظائف مكتبية بصراحة، يعني نادر ما تلاقي إلا هاي الأعمال الشاقة. الآن هاي حقيقة ميكانيكي يشتغل بالطوب، واحد ثاني دخلتينا في موضوع آلام الرقبة. الآن في مرض اسمه الفيسبوك ديزيز. تماما أحسن. مريض قاعد ساعتين على الموبايل. الآن حقيقة إحنا بننصح المريض دائما اللي بيشتغل عمل مكتبي أو سكرتارية أو موظف الأمن اللي دائما واقف أو إلى آخره، إنه يمشي يتحرك. اللي بده يجلس ما يجلس اكثر من 20 دقيقه متصله، يعمل اي حركه ويرجع. لانه انا دائما بعطي مثال لمرضاي، انا حامل القلم هيك 20 دقيقه، شو بده يصير في ايدي؟ اكيد تشنج. ساعه ساعتين. أي صح. نفس الشيء بالنسبه للرقبه، لما انت جالس ايش اللي بيخليك ما توقع للامام او للجنب؟ العضلات مسكي. فكل ما طولت في الجلوس كل ما اجهدت العضلات تماما، كما الواحد بجهد عضلاته لما صح. بيحمل قلم بهاي صح. الطريقه صح. ولهذا ما يجلس اكثر من 20 دقيقه متصله، 25 دقيقه، ويعمل اي حركه ويرجع. المساله الاخرى لازم يرجع يكون لازم يكون الجلوس بشكل صحي، مش نعم. مائل للامام او للجنب. واضح. نعم، هاي الجلسه الصحيحه لاستخدام الفيس. زين. نعم. دكتور عندك شيء تكمل؟ الان الخلل في وظيفه عضلات المدوره للكتف راح يؤدي الى شيء بنسميه احنا متلازمه الضغط على او متلازمه تضيق الوتر، تجويف الوتر. اوكي. نعم. الان اللي بيصير انه اختلال الحركه يؤثر على الاوتار، بيصير عليها ضغط. طبعا ممكن يصير بشكل اولي فعلا بشكل وظيفي بسبب ضعف العضلات في حالات خاصه بعد اصابات الى اخره، وممكن يصير بسبب ثانوي، يعني مثلا التهاب الوتر، اي شيء، اي جزء بالجسم بيلتهب بتضخم. نعم. يزيد حجمه فبصير تضيق نسبي. تكلس الوتر كذلك نفس الشيء. المخده اللي تحت العظم الاخرمي اذا كان فيها التهاب راح تسوي تضيق نسبي في الوتر، فكلياته يؤدي الى تضيق نسبي. احنا الان في علاجنا لهي المتلازمه ايش بنعمل؟ أول شيء بنبدأ بالعلاج الوظيفي والتأهيلي. الآن لما نقوي العضلات ونرجع الاتزان، أغلب المرضى بتحسنوا، بيضل جزء منهم اللي بس هو كالتهاب. دكتور احنا دائما تأكد على مسألة تقوية العضلة، أنا درد أخذ جوانب علاجية مو تحفظي، لأنه ترى مو كل الناس تقدر تمارس رياضة ولا كلها ترغب للتمارين الرياضة. أنا أكون صريحة معك، أنا بحكي لك أكثر الناس ما يحبوا يمارسوا الرياضة. صحيح. مو صحيح. ولهذا احنا ما بنهمل الجانب على حساب جانب. طيب يعني ما دام في التهاب في الوتر، التهاب في المخدة، نعم. اذا في انتيبايتك معين ياخذ، مو المفروض انت انفلاماتوري. الان بنعطي الادويه الخافضه للالتهاب ككورس علاجي. نعم. الان لكن ببلغ المريض انه هذا صحيح له فائده علاجيه كخافض التهاب، لكن لا يكفي لسبب. اي الم في اي مكان في الجسم بضعف العضلات حول المفصل. نعم. فبالتالي اصل المريض اللي بيجي بيشكي حتى لو كان بيعمل رياضه في هاي الفتره هو ضعفت العضلات، فلازم انا ارجع اهلها مره ثانيه. الآن ليش ما بهمل هذا الجانب؟ طبعا بمشي في الجوانب الأخرى لكن ما بهمله، لأنه حتى لو ضل ياخذ أدوية، طبعا احنا عندنا حالات بصير خلل ديناميكي وظيفي. نعم. في حركة المفصل، في الريذم، في منوال حركة. نعم. المفصل. الآن هذا كيف علاجه؟ لا يمكن بغير العلاج الطبيعي بتقوية العضلات دون أدوية، مش بحاجة لدواء المريض. إذا هذا إجباري، لازم يكون واضح من خطة ولهذا العلاج. وهو مع الأسف جدا يعني هذا الجانب المهمل، يعني بيجي المريض بيشكي من سنة عملت تمارين جلسات مش عامل. ولهذا برجع بأكد عشان ترجع الحركة متزنة للمفصل لازم المريض يدخل في برنامج للتأهيل. إذا نحن نقول لازم المريض يدخل في برنامج التأهيل، ونروح نقول لمحمد مساء الخير. مساء الخير محمد، انقطع الاتصال. نعم. نعوف محمد ونكمل. التمزق الأوتار. نعم. الآن إحنا دنعرج بشكل سريع لأنه نعم. نعم. مواضيع نعم. كثيرة عن الكتف. نعم. بس في ملاحظة هون ممكن نعرض الصورة اللي بعد. نعم. آخر صورة. نعم. في بمتلازمة تضيق مجرى الوتر،
الان في امور عضويه احنا لما نشوفها بنحكي اللي قبلها، لما نشوفها بنحكي انه غالبا مريضنا راح يحتاج عمليه غالبا. مثل ايش؟ مثلا وجود تكلس في الوتر او وجود نتوءات عظميه. اذا بتلاحظي هون الصوره اللي على اخر واحدة على اليمين، نعم، اذا بتلاحظي شكل العظم، نعم، بالضبط شكل العظم عامل زي القوس من فوق اللي الالوي تقريبا. بالضبط. أي. الان امشي على الصوره اللي بعدها، قل الانحناء. طيب. على الان هاي المرضى هذا. طيب نكمل على الصوره دكتور. نعم. الان نعم. الان شوفي الصوره الوسطانيه، يعني اخر صوره، ما بعرف اذا انا ببين وانا باشر. نعم عندك الصوره الوسط. أي. قل الانحناء الموجود في العظم. الصوره الاخيره بتلاحظي مستقيم العظم الاخرمي اللي هو سقف الكتف. أي. نعم. بتلاحظي انه مستقيم. الان في الصوره اللي بعدها شو تفسيرها؟ يعني انه خلينا نحكي هي تفسيرها. اذا بتلاحظوا الصوره الشعاعيه، شايف النتوء العظمي اللي انا معلم عليه؟ تمام. هذا النتوء العظمي اللي هو هذا تفسير الصوره اللي كانت على اليمين. هذا الحكي بيعمل تضيق في مجرى الوتر، مشان هيك المريض اللي بيجي وعنده هذا النوع من العظم الاخرمي او النتوءات العظميه نبدأ في برنامج التأهيل، لكن بنعرف غالبا انه قد يحتاج، نعم، عملية لإزالة هذا النتوء العظمي. هاي العملية بنعملها بالمنظار، واذا بتلاحظ الصورة اللي على اليمين. العفو دكتور، هذا نفس النتوء العظمي اللي يصير بالاسفل القدم؟ نفس الفكرة تقريبا يعني. بس هنا في هو جزء من شكل العظم، ومع الوقت بيزيد هذا النتوء العظمي في بعض الحالات المرضية. نعم. الان اذا بتشوف الصورة اللي على اليمين العلوية كيف شكله بالمنظار، بيكون زي النتوء مسمار. واذا بتلاحظي الصورة اللي على اليمين السفلية بعد ما نحف العظم، فبالتالي لما نحفه يعني مثل البرد، عملية برد بالمنظار، يعني عملية جرحين صغار، كل جرح واحد سنتيمتر. ممكن يرجع بعد فترة؟ لا ما برجع عادة. ممتاز. لكن برجع بأكد حتى بعد العملية، حتى لما احنا وسعنا التجويف مجرى الوتر، حتى بعد العملية في برنامج تأهيل. يعني ضرورة. هذا إجباري لازم بعد لازم كل إجراء. أنا حكيت لك احنا عندنا عفوا نوعين، نوع وظيفي ونوع عضوي، بسبب نوع وظيفي ونوع عضوي مرضي، تكلس او نتوء عظمي او الى اخره. فدائما الجزء الوظيفي هو جزء من المرض، انه في اختلال في حركه وعدم اتزان في حركه المفصل. فاهم. نعم. شيء لازم نرجعها. دكتور بعد لنا 5 دقائق وبسرعه عن تمزق الوتر، اختصر لي. احنا قلنا راح نرجع نشرح اسبابه وغيره، بس لا باختصار هو تمزق الوتر اغلب الحالات. نعم. لا تحدث عن اصابه، وانما تغيرات تنكسيه، او المرضى اللي عندهم مشاكل اصلا في تضيق مجرى الوتر وما تعالج. يعني انا ببعث مريض يعمل جلسات علاج طبيعي شهر ونص 3 شهور، اذا ما في تحسن خلص انتهى، معناته بده عمليه. الان المرضى اللي بخافوا من العمليات بضلهم ياخروا ممكن يصير عندهم تمزقات في الاوتار. واضح. تمام. الان علاج تمزق الوتر قرارنا العلاج بيعتمد على عده عوامل: عمر المريض، احتياجه، الفتره الزمنيه اللي موجود صار له قطع الوتر او التمزق، مكان التمزق. لكن عموما علاجه جراحي، لكن اغلب الحالات عام. نعم. هم بيحتاجوا لتدخل تداخل جراحي، سواء عمليه بالفتح، يعني بنفتح جراحيا او بالمنظار. انا بفضل دائما عمليات التنظير، لسبب انه بحافظ على الغلاف العضلي، ما بفتح. نعم. فبعمل عمليتي بجروح صغيره. اوكي. والمساله الاخرى التاهيل اسرع من ناحيه المريض، الالم اقل. نعم. بعد العمليات. نعم. نعم. عندك في صورة صعبة نعرضها. عندنا صورة نقدر نشوفها سامر. بالنسبة لتمزق الوتر كيف نعملها؟ سريعا. شوفي. نعم. هون مثلا الصورة بتعرض اللي على اليسار كيف الوتر متمزق وراجع. الآن في الصورة اللي على اليمين واضح كيف بنعمل عملية التثبيت الوتر. بنحضر العظم مكان اتصاله، بنحط أوتاد صغيرة في العظم طالع منها خيط، وبنخيط الوتر مكانه. هاي مدى الحياة آمنة يعني؟ خلص. هلأ أغلب المرضى بتعافوا منها، ما عندهم أي مشكلة، لكن بدخل طبعا كمان في برنامج تأهيل خاص عبين ما يستعيد قوة العضلات لا شك. نعم. أوكي؟ نعم. جميل جدا. دكتور حلقتنا كانت سريعة، أسرع من البرق اليوم. الأسئلة والإجابات سريعة، لأن اتفقنا عندنا كثير من المواضيع بس ما نقدر نغطيها بحلقة واحدة. فشكرا جزيلا لك. حلقتنا دسمة بس أكيد مو أكثر من المنسف. حياك الله وشكرا لك لحضورتك وحضورك تلبيتك دعوتنا، وان شاء الله نلتقيك لاحقا في مواضيع اخرى عبر المستشارك الطبي. اشكر كل الساده المشاهدين والمتصلين، وايضا من يتابعنا دائما عبر شاشه البابليه. دائما هذا برنامجكم، برنامج العائله، مستشارك الطبي. حتى التقيكم الاسبوع المقبل، استودعكم الله.
طيب نرجع على موضوع التمزق دكتور، قلنا نعم تمزق الأوتار. نعم، هلا تمزق الأوتار ممكن تحدث، طبعا الأوتار اللي احنا بنحكي فيها الأوتار المدورة للكتف اللي أشرنا عليها الآن، ممكن تحدث بإصابة أو دون إصابة. نعم، كثير من المرضى اللي عندهم تمزق في الأوتار بيجي للعيادة، بنعمل له صورة رنين، بنوثق وجود التمزق. اللي بدون إصابة ليش يصير دكتور؟ اسمح لي المقاطعة. هلا بحكي أكثر، اللي من مثل واحد من يصحى من النوم يصير تشنج مرات. لا لا مش مخالف، التمزق شيء مختلف. في شيء بيحدث إصابة وشيء دون إصابة. أنا جايك بالإجابة. طيب. الآن كثير من المرضى بيسأل دكتور طب أنا ما وقعت. أي. يعني ما فيش عندي إصابة، كيف صار التمزق؟ أغلب حالات التمزق أصلاً هي لا تكون، ما بتكون في إصابة. أغلب حالات التمزق في الأوتار، لهذا مختلف عن الأمور الأخرى في الكتف، أغلب الحالات لما يكون في التهاب مزمن، لما يكون في نتوء عظمي، نعم، لما يكون في خلل وظيفي، بيصير ضغط على الوتر، وهذا الضغط على الوتر مع الوجود التغيرات التنكسية اللي بتصير ممكن تؤدي إلى تمزق. يعني احنا ما وضحنا الصورة.